قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الكلمات كان الله عز وجل قد أعطاهن لموسى عليه السلام، فكان يدعو بهن في كل يوم 7 مرات، فلا يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني. في ليلة من ليالي مكة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزينا ومثقلا بآلام الدعوة ورفض قومه لها. في تلك الليلة العجيبة أرسل الله له جبريل ليأخذه في رحلة عظيمة، رحلة لم يسبق لبشر أن خاضها، إنها رحلة الإسراء والمعراج. بدأت الرحلة من مكة إلى بيت المقدس، حيث عرج بالنبي إلى السماوات العلى، ورأى هناك أنبياء الله وصار معهم في مكانة خاصة. في كل سماء كان يلتقي بأحد الأنبياء، بدءا من آدم عليه السلام، ثم يحيى وعيس، ثم يوسف وإدريس، ثم هارون، ثم موسى، وأخيرا إبراهيم عليهم السلام جميعا. كانت لحظات مليئة بالرهبة والقرب من الله. وصل النبي في هذه الرحلة إلى سدرة المنتهى، أقرب مكان يمكن لمخلوق أن يكون فيه من الله. هناك فرض الله الصلاة على المسلمين 5 صلوات في اليوم، ليكون كل مسلم متصلا بالله دوما، وليكون اللقاء مع الله متاحا دائما بعيدا عن هموم الدنيا. انتهت الرحلة وعاد النبي إلى مكة حاملا معه أعظم هدية، فرض الصلاة، ورؤية عظيمة تمثل تكريم الله لنبيه وإظهار قدرته وقربه من عباده. وهكذا نتعلم من الإسراء والمعراج أن مع الصبر واليقين بالله تكون المنح العظيمة، وأن الأزمات قد تكون بداية لأعظم المكافآت. فلنتذكر الصلاة دوما فهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كثر همه وزاد حزنه فليقل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. يا محمد، هذا الدعاء مكتوب حول العرش، ومكتوب على حيطان الجنة وأبوابها وجميع ما فيها. أنا يا محمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء وأصعد به، وبهذا الدعاء تفتح أبواب الجنة يوم القيامة، وما من ملك مقرب إلا تقرب إلى ربه ببركته. يا محمد، من قرأ هذا الدعاء تكون يدك في يده يوم القيامة. يقولون إن الدعاء كالتالي: الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.